تاني عندك البديل بتاعه؟ عندي البديل بتاعه، نوجد له البديل لو في حالة رحيله يعني. توجد له من اللي عندك؟ اوجد له من اللي عندي. يعني عندي مجموعة لعيبة كلهم ما شاء الله، كلهم على اعلى مستوى يعني، كلهم تقدر توجد بديل، تقدر توجد بديل بنفس امكانيات فرجاني. طبعا لا، لكن تقدر توجد حلول في داخل الملعب، تغير طريقة، تغير شكل، تغير. ده بالنسبة لفرجاني. بالنسبة لمصطفى، وجدت له البديل؟ مصطفى الحقيقة يعني انا كنت مع ان هو يطلع يمشي ويحترف. وانا كمان على فكره، لا، لانه النهارده انت بتكسب واحد خامه، ممكن سنه تلاقيه في الدوري الانجليزي، صح، ممكن تلاقيه حته في حته تانية خالص. انا من نوعيه الناس اللي لا، انا بحترم دي جدا بصراحه. اي حد، كابتن سيف، بص، اي حد يجي له عرض للاحتراف مردوده عليك رائع جدا، حتى لو المردود المادي ما كانش في بدايته جيد. لا، ومردود تاريخ هيتحسب لك، فخصوصا انت 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 مؤسسه كبيره جدا. انت مؤسسه، اسم كبير جدا وعظيم، لابد ان اللي يطلع من يعني صلاح. اسم المقاولين بيتردد دلوقتي في طبعاً. كل العالم، والنني. مؤسسه كبيره جدا المقاولين، النني. فانت الزمالك والاهلي لا يكل يعني شانا عن المؤسسات الكبيره، مؤسسه اعظم كمان. صح. كتير جدا من فالنهارده لا، انا سعيد جدا ان انا يبقى عندي 10 مصطفى محمد. فالنهارده خطواته كمان سريعه جدا. تخيل انت وانت بتشوفه انت فرحان له. صح. فلا، انا مع طبعا ان هو يمشي. بديل مصطفى محمد مش موجود اصلا في مصر، مش موجود في نادي الزمالك بس، لا، ده مش موجود اصلا في مصر، وده احنا يعني بنعاني منه بقالنا سنين جدا، وانت تعلم ده تماما يعني. لكن الصناعه بقى يا كابتن سيف، مين ممكن يبقى خليفته؟ لا لا، مفيش هنا، مفيش تحضروا يعني، مفيش خليفه في مصر هنا. لا، احنا بنشتغل على عنصر تاني صغير، في شاب اسمه اسامه فيصل. ممكن تستعين بيه في عناصر تانية. خد بالك، احنا شاركنا في صناعه مصطفى في الاخر. مصطفى ما شاركناش في صناعته في البدايات. مصطفى محمد ده احنا رحنا شفناه وهو في طنطا اعاره من نادي الزمالك عشان ناخده منتخب مصر ايام هيكتور كوبا. ما حدش يعرف، وبعدين للاسف اتصاب فبعد شويه. فاحنا النهارده احنا عايزين كمؤسسه كبيره لازم نشارك في صناعه عدد كبير من مصطفى محمد. على سبيل المثال، عندنا مجموعه شباب وناشئين موجودين على اعلى مستوى. اعاره، طلع اشتغل، يرجع لك 2 3 4 مصطفى محمد، انت الكسبان. لكن في الوقت الحالي احنا شغالين على الصناعه دي يا كابتن سيف، في اسامه فيصل، في حسام اشرف، في عناصر شبابيه في الفتره اللي جايه نتمنى ان هي تتوهج توهج مصطفى محمد.